بعد ما قررت انني ننتقل لاكادير باش نقضي العطله فيه، دخلت للسيت ديال الانترنيت زيفير اكادير، وتمت بطبيعه الحال اون بيتيت ريزيرفاسيون ليه، ما طلبش مني بزاف ديال الوقت. ومن بعد القدوم ديالي الى المستوى ديال مدينه اكادير باللوكاليزاسيون ديالها، جيت بطريق سهل بجي بي اس بيان سور. بعد ذلك تم واحد النوع ديال الاستقبال اكيون شالورو عند جميع الناس اللي في الاستقبال. بعد ذلك قمت بواحد الزياره ميدانيه لمختلف المرافق ديال هذا المركب السياحي، وبان لي ان في المستوى العالي تعتبر من بين اجمل ما كاين بطبيعه الحال على مستوى ديال الاوتيلات اللي يضاهي اكبر اوتيلات في الصعيد الوطني بطبيعه الحال، وعنده واحد مكانه جد متميزه. بالنسبه للمرافق الاخرى يعني لي بزابارت اوتيل او لي شومبر، كل واحد على حسب العدد ديال العائله ديالو وبطبيعه الحال لي مويان ديالو. خدينا ان بارت اف 4 اللي لان كاينه عائله معايا وكانت في المستوى، واللي تنتمنى بطبيعه الحال ان الناس انهم يحتفظوا على هاد البيجو هذا كي تنقولوا، يحتفظوا على كاع كل ما يحتوي عليه بطبيعه الحال، لان المسؤولين داروا اللي عليهم، تيبقى بطبيعه الحال المواطن انه يدير اللي عليه كذلك. ممكن مركب سياحي زيفير اكادير هو رابع مركب سياحي تم الافتتاح ديالو من قبل المؤسسه، من بعد زيفير ترقا بمراكش وزيفير الجديده وزيفير افران. دونك المنتجع كيتوفر على 137 وحده اللي كتختلف ما بين شقق وغرف، اللي كتوصل الساعه ديالها من 2 ديال الناس حتى ل 8 ديال الناس. دونك عندنا دي شامبر دي اف 1 اف 2 اف 3 اي اف 4. هاد الشقق فيها دي كيتشينات اللي ايكيبي ان باراليل مع لوفر ديال ليبرجمون. عندنا اون اوفر كومبليمونتير اللي هي لو كلوب نارجيس اللي فيه مسبح مغطى، بيسين شوفي كوفيرت، بيسين اكستيريور، دي سال دو سبور، سونا اكسيتيرا. دونك لي ريزيدون ديالنا كيمكن لهم اوسي يستافدوا من الخدمات ديال لو كلوب كي جوست اكوتي، اللي وكاين كذلك ان تيران دو فوت اللي اكسيسيبل بور تو الموند. المركب السياحي زيفير اكادير كيعرف اقبال كبير جد مهم، ونسبه الملء كتقدر تتجاوز 95% خلال العطل المدرسيه، و لا ديموند كتكون كثيره. دونك اوني تري سوليسيتي بوندون لي فاكونس سكولير اي ميم اور فاكونس سكولير، نظرا للموقع الاستراتيجي ديال الاوتيل في وسط المدينه، وكذلك الموقع ديالو داخل في لو سود. دونك اي جوستومون تري سوليسيتي باغ الناس ديال الجنوب اللي كيجيهم قريب، وما كيجيوش اونيكمون بوغ لي فواياج دو لوازير، كيمكن لهم يجيو اوسي بوغ دي فواياج كوربوغيت ولا دافير او لا دي فواياج بوغ لا ميديسين اكسيتيرا. بالنسبه للولوج للحجز فهو كيتم بطريقه جد سهله وشفافه. دونك لا ريزيرفاسيون كتتم سوغ www.zephirhotel.ma. Il faut d'abord vérifier les disponibilités pour la date souhaitée. Après, كتختار واش بغيتي تزيد اون اوتر بريستاسيون بحال لا ريستوراسيون، لو بيتي ديجوني او لا دوتر بريستاسيون. اي ابري فو كونفيرمي لا ريزيرفاسيون بار لو بري بيمون اللي كيتم بطريقه سيكوريزي. هاد لي ديسپونيبيليتي كنحطوهم في لو سيت في وقت اني انستانتانيمون. هذاك الشيء علاش لو كانال اوفيسيال ديال لا ريزيرفاسيون هو لا بلاتفورم. لو تيليفون كنقدروا نتعطلوا عليك في لو تريتمون ديال لا ريزيرفاسيون، اي دونك اي بريفيرابل دو باسي ديريكتومون بار لا بلاتفورم بور افوار اون ديسپونيبيليتي instantanée et pour avoir une confirmation instantanée. Zéphir Agadir, c'est une résidence hôtelière première catégorie ou l'équivalent d'un hôtel 4 étoiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très sollicité et qu'il y a une demande très accentuée de la part de nos chers adhérents. Parce que le niveau de la service ou la qualité des équipements est le même que le niveau de la famille et le niveau de la situation. La destination d'Agadir est une des touristiques المغرب اللي عرفت نمو جد هام مؤخرا،
وذلك بفضل التنوع ديال العرض السياحي وكذلك التنوع ديال لي زاكتيفيتي اللي كاينين سوغ بلاس، دونك بحال لي روندوني، لو سيرف، لي بارك اللي كاينين بحال لو كروكو بارك، لو بارك ديال لي دوفان، لي روندوني في لا ريجون، دونك ماشي غير المدينه، مي كاينه توت اون اوفر كي فا افيك سوغ لاغيغ بي ديال لا ديستيناسيون ديال اكادير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.